ويقول حفظك الله: وهل نجاسة الخمر حسية أو معنوية؟ نجاسة الخمر عينية، عينية، نجس العين، ما يمكن تطهيره أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إلا إذا استحال إلى خل، إذا رجع وذهبت عنه الشدة ورجع إلى الخل، إنه يباح ويكون طاهرا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.